نبدأ من الملف الفلسطيني، إذ يزور اليوم الرئيس محمود عباس مدينة جنين ومخيمها للإطلاع على أحوال المواطنين وسير العمل في إعادة إعمار المخيم والمدينة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير. وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية بأن عباس سيطلع أثناء الزيارة على أحوال المواطنين وعلى سير العمل في إعادة إعمار المخيم والمدينة، كما سيجتمع مع ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية. وفي شأن ذي صلة، لفت مدير وزارة الأشغال في جنين عضو لجنة الإعمار للمدينة ومخيمها بسام مرعي إلى أن العدوان أدى إلى تدمير طرق بطول 5 كيلومترات، مبينا أن التقديرات الأولية لحجم الخسائر تناهز 20 مليون دولار. لمزيد من المتابعة والتفصيل تنضم إلينا من رام الله مراسلة القاهرة الإخبارية ولاء سلامين. ولاء، أهلا بك معنا، لو تضعينا في آخر التفاصيل حول زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمخيم جنين. أهلا بكم. يعني في البداية نتحدث عن زيارة لرئيس محمود عباس إلى مخيم جنين، سيصل عند 12:00 من الظهر وبطائرة مروحية وتوجه إلى مقبرة جنين لقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، كما سيتوجه إلى ساحة المخيم، سيلتقي هناك بأهالي المخيم في الساحة وسيتعرف على المطالب، وأيضا سيتعرف على ما جرى في مخيم جنين خلال اقتحام واجتياح لمدة يومين لمخيم جنين، ثم سيجتمع يعني مع المؤسسات الرسمية، وسيكون هناك من المطالبات بالحماية من قبل الأهالي في مخيم جنين. في هذه اللحظات نتحدث عن اقتحام لمخيم جنين، وتم اعتراض من قبل الأجهزة الأمنية والأمن الوقائي. في هذه اللحظات يعني نتحدث كان هناك سيكون اقتحام لجيش الاحتلال لمخيم جنين ومدينة جنين، وتم اعتراض من قبل الأمن الوقائي في مدينة جنين الذي يعني يكون حاضرا على أهبة الاستعداد لأي مداهمة من قبل جيش الاحتلال. يعني هنالك اقتحامات الآن للمخيم ولا؟ يعني كان سيكون هناك اقتحام ولولا يعني الأمن الوقائي الذي تمركز على مداخل جنين ومخيم جنين، وتم اعتراضه من قبل الأمن الوقائي والأجهزة الأمنية المتواجدة على مشارف وأيضا مداخل مخيم جنين وأيضا على مدينة جنين. يعني كان هناك سيكون اقتحام في ظل علم القوات الإسرائيلية، قوات الاحتلال الإسرائيلي، بأن هنالك زيارة للرئيس محمود عباس للمنطقة. نعم نعم، يعني كان قد تحدث أيضا مدير عام الشرطة اللواء يوسف الحلو بأن العمل الشرفي في محافظة جنين على أهبة الاستعداد لاستقبال الرئيس محمود عباس اليوم، و لأن نتحدث عن أنباء عن اقتحام لمدينة جنين وتم إرجاع قوة من جيش الاحتلال من قبل الأجهزة الأمنية في مدينة جنين. إذن هذه محاولة لضغط جنين وأيضا محاولة لكسر شوكة السلطة الفلسطينية أمام الشعب الفلسطيني، وأنه لا يوجد أي حماية للشعب الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال وجيش الاحتلال، حتى وإن كان هناك زيارة للرئيس محمود عباس وعلما بالبروتوكولات التي معمول فيها، وأيضا يعني نتحدث عن سيادة ونتحدث عن بروتوكولات رئاسية، لا يعني هذا ما قوم به قوات الاحتلال. وأيضا بنيامين نتنياهو يريد إضعاف السلطة الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية، ويقول للفلسطينيين أنه لا يوجد لا حول ولا قوة لكم وللسلطة الفلسطينية في الأراضي. نعم ولا، يعني لو تضعين في تفاصيل يعني أكثر حول الخسائر لهذه المدينة وللمخيم، وكذلك تحديدا حال الذين تم تهجيرهم، المئات من العوائل التي خرجت، هل عادت مرة أخرى إلى منازلها، وما حجم الخسائر لديك؟ يعني بالبداية أتحدث من حيث انتهيت عن حجم الخسائر، حيث أحصت مدينة جنين وبلدية جنين والمحافظ عن حجم الخسائر الذي خلفه عدوان الاحتلال 40 مليون دولار، وحجم هذه الخسائر، وتم تدمير 800 منزل. عندما نتحدث عن
يعني كيف تعمل البلدية وأيضا المحافظة على هذا الأمر؟ قدرت هذه الخسائر الاقتصادية بمختلف أيضا القطاعات عن بما لا يقل عن 400 مليون دولار جراء العدوان الأخير، وأيضا الخسائر الذي دمرها جيش الاحتلال في منازل مخيم جنين حوالي 800 منزل. هذا وقالت أيضا وزارة الأشغال الفلسطينية أنها وقعت بشكل أولي 300 منزل قد تم تدميره بشكل كلي، ونحو 500 منزل تم تدميره بشكل جزئي. الآن تستعد مخيم جنين ومحافظة جنين لاستقبال الرئيسي على هذه الأوضاع. ونتحدث أيضا عن كانت بلدية جنين زالت الرسام المتواجد في الطرقات في مخيم جنين خلال اليومين الماضيين، الآن تستعد لترميم البيوت التي دمرت بشكل جزئي والتي يمكن لأصحاب المنازل العودة إليها. الآن عندما نتحدث عن هؤلاء المنازل التي دمرت بشكل كامل، كان هناك إعادة من الرئيس محمود عباس بأن يكون هناك إعطاء للأهالي بدل إيجار لاستئجار أماكن وأيضا فنادق لهؤلاء العائلات التي دمرت منازلها ولا تستطيع أن يعني تذهب إلى هذه المنازل وأن تكون دون مأوى خلال الأيام الماضية. الآن تحدث أيضا عن يعني كان رئيس بلدية جنين محمد جرار تحدث عن أن الاحتلال دمر بشكل كامل قرى حوالي 6 كيلومترات من خطوط المياه على مدى طول خط رئيسي. أيضا كان هناك الإشارة إلى أن 30% من شبكات مياه زرعية أخرى قد تضررت أيضا بفعل العدوان على مخيم جنين. وأيضا يعني نتحدث عن المحولات الكهربائية، أن أكثر من 10 محولات كهربائية تم ضربها أو ضربها الاحتلال بشكل نهائي، بالإضافة لتخريب خطوط كهرباء أرضية على طول ما يقارب 8 كيلومترات. إذن ما تشهده مخيم جنين هو دمار بشكل كامل، نتحدث عن ما لا يقل عن 40 مليون دولار لإعادة إعمار هذا المخيم وتدمير 800 منزل، منهم يعني بشكل جزئي ومنهم بشكل كلي. طيب يعني بعقالة بعيدا عن موضوع المخيم والمدينة في جنين، يعني كيف يقرأ المراقب الفلسطيني لديك المخططات الجديدة لإقامة 450 وحدة استيطانية جديدة في القدس؟ يعني ما زال الاستيطان يعني يتجه في الأراضي الفلسطينية، ونتحدث يعني عن إقامة البؤر الاستيطانية ومزيد من الاستيطان والبناء، والتعنت الإسرائيلي بسلب ونهب المزيد من الأراضي الفلسطينية سواء في القدس وفي الضفة الغربية بشكل كامل. عندما يقرؤون المحللين السياسيين يقولون أن الإعمار وأيضا الاستيطان باق ولا يوجد حل للدولتين، وهذا ما يعني يعمل عليه بنيامين نتنياهو، ينسى حل الدولتين الذي يعني دائما ما يقول بالإعلام وأيضا ما بين أعضاء الكنيسة وحكومته اليمينية المتطرفة أن لا وجود لدولة فلسطينية بجانب دولة إسرائيلية، وأن ما يوجد على أرض الواقع هو فقط دولة إسرائيلية على الأراضي الفلسطينية حسب تعبيره. نعم، من رام الله مراسلة القاهرة الإخبارية ولا السلامين، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل.